اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك، اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في الجنة من غير حساب،
اللهم اجمعنا في الجنة من غير حساب ولا عقاب، اللهم اجمعنا في الجنة من غير حساب ولا عقاب برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منتصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم. ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا بين يديك برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، وتوكل عليك فكفيته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.